قديش رح تشمتي من روحتي من هون يا ناهي الدورة. هيا خلصتي ضب الغراض؟ ايه تقريبا خلصت. شو حكيتي مع مولاي السلطان؟ ايه حكيت، قلت له بدي روح، قال لي ما فيكي. قلت له بس انا مصره على هالشي. شلون حنروح؟ ما رح يسمحوا لنا انه نطلع من القصر. نهرب، ناخد قارب، واكيد منلاقي اي حدا يساعدنا. شو بكي انتي جنيتي شي؟ والله بيقتلونا هنيك وبيرمونا بالبحر. ماشي لا تفكري فينا، بس فكري بولادك. الله يخليكي هويام بلا هالروحة. إبراهيم باشا بيساعدنا، نطلب منه أنه يلاقي لنا قارب. بس شو هالجنان هذا؟ إبراهيم باشا مستحيل يساوي هالشي. بيساوي أي شي بس لحتى يخلص مني، أنا متأكدة. نادي للفريال، خليها تعمل اللازم، تقله لابراهيم باشا. هيام شوفي لا تعملي هيك شي، مو ناقصك مشاكل. فكري مرة تانية. فريال ساعديني، لاقي لي قارب فورا، بدي اهرب من هون المسا. انا كيف بدي ساعدك؟ ما بيطلع بايدي شي، بعدين مستحيل تطلعي من هذا القصر. اليوم هو آخر يوم بعمري، بكرة الصبح رح أكون مجرد جثة. مسحي دموعك يا هيام، تحققت أمنيتك، مولاي السلطان أمر الجواري إنهم يرجعوا. معقول رجعون؟ أنت متأكدة؟ متأكدة، وهلأ عم يضبوا غراضهم. ألف شكر وحمد، معقول عمل هيك مشاني؟ مولاي بحبني، السلطان ما تخلى عني. معقول هذا اللي عم بصير يا ربي؟ مو قادرة نصدق إنه هالتصرف طلع من مولاي السلطان. المفروض يعاقبها مو يكافئها.